أنا النسر وزع ورد الحنين ومد يديه إلى الآخرين. أنا النسر سوف أزف النشيد إلى كل عائلة، بل أريد بقاء الفضاء كروح الحروف، له من متاع الكلام طيوف، وأن يألف طفل رسم الزهور وينسى زمان الأسى والقبور، ويأوي إلى حلمه في المساء فيسمع تغريدة للصفاء، ويكبر مثل طيور اليمام ويصبح أنقى بفضل السماء.